اهلا بحضرتك يا استاذ مصطفى وبالساده المشاهدين اللي بيتابعوا حضرتك في كل مكان والمهتمين طبعا برضو يعني الاطمئنان على وسائل النقل اللي اصبحت يعني شيء ضروري في حياتهم وخاصه في الفتره اللي احنا موجودين فيها حاليا. مما لا شك فيه يا استاذ مصطفى ان احنا طبعا حصل عندنا زحام وزياده عدد ركاب في حاجات متوقعه وحاجات غير متوقعه، يعني صحيح. مثلا من الحاجات المتوقعه النهارده اللي حضرتك بنتكلم فيه دلوقتي احنا كنا متوقعين ان اهالينا والناس اللي بتشتغل الموظفين اللي بتشتغلوا من الاقاليم زي بلد حضرتك وبلدي والفيوم وبني سويف اللي بيجوا يشتغلوا في القاهره والجيزه وبيقيموا هنا اسبوع او ايام العمل ثم بيغادروا الى بلادهم في نهايه يوم الخميس وبيرجعوا تاني صباح يوم الاحد. واحنا كنا متوقعين كده. حصل عندنا النهارده فعلا من شويه ان قطار الجيزه الفيوم حصل فيه زحام. نعم. اكتر من الايام العاديه، مثلا زي الاربع زي الثلاث زي الاثنين حتى زي الحد ما بيبقاش فيه زحام، ولكن النهارده نتيجه ان في ناس كتير جدا مسافره راجعه بقى الى الوسطى والفيوم رايحين يقضوا بقى يعني عطله نهايه الاسبوع مع اهاليهم ويرجعوا تاني يوم الاحد. فطبعا زي ما احنا متوقعين لقينا في زحام، ولو حضرتك شفت الصوره هتلاقي بقى اللي مسافر انا اسف بقى معاه شايل شوال وشايل كراتين واللي شايل اسلوب واللي شايله اهالينا هم دول متعودين بيركبوا القطر كده. فمش هنقدر نقول لحد ما تركبش بقى بالطشت اللي معاك ولا بالشوال اللي معاك ولا بالكراتين اللي معاك، برضه بنسيبه يركب، ولكن بسرعه جدا اتحركنا. كلمت رئيس هيئه السكه الحديد طلع قطار ورا كل قطار بحيث ان احنا وبنعلن بقى في الوسائل الصوت يعني او الميكروفونات في المحطات بنقول يا اخوانا ما تتزحموش في قطر تاني هيطلع بعد ربع ساعه لنفس الخط. وخاصه قطارات الضواحي بيبقى في ده احنا متوقعينه دايما، غير قطر اسكندريه وغير قطر اسوان والاقصر، متوقعين دايما في قطارات الضواحي وخاصه الزقازيق منوف طنطا المنصوره الفيوم، هذه القطارات شبين القناطر دايما بيبقى فيها زحام وخاصه وقت الصبح 7-8 الصبح اثناء قدوم الموظفين من هذه الاماكن الى القاهره لانها مسافات قريبه وبييجوا في ناس مش مقيمين والعوده ثاني الساعه 3-5 الظهر. ضيف بقى على كده كمان يوم الخميس العدد بقى اللي مسافر يقضي يحط ثاني اسبوع في بلده فالعدد بيبقى زياده، فهنا على طول بنتحرك وبنجري. احنا عندنا تقريبا في التوقيتات العاديه من 700 ل 800 قطر بيطلعوا يوميا دول على مدار ال 24 ساعه. دلوقتي احنا بنطلع تقريبا ال 700 قطر دول بالاضاءه ما شلناش منهم ولا قطر. يعني حتى القطارات اللي كانت بتطلع بعد الساعه 7 مساء سايبينهم بيجوا بالليل وبيوصلوا القاهره بعد 7 يمكن في 8:30 وفي 10 وفي 1:30 بالليل بيجي من اسوان، وعلى طول متواجدين باوتوبيسات السوبر جيت في محطه مصر بتنقل الاهالينا اللي جايين من الاقصر ومن اسوان لانهم حاجزين التذاكر دي حجز مسبق مش هقدر ارجع له التذكره ومش هقدر برضه الخبط له مواعيده، وفي نفس الوقت يبقى جاي في القطر 350 مواطن او 400 مواطن فما نقدرش ننقلهم باي وسيله ثانيه. القطار ميزته زيه المترو ان وسيله نقل رخيصه يعني في متناول الجميع، نظيفه امنه، يسهل تعقيمه يسهل تنظيفه وفي نفس الوقت سريعه بيجي في توقيت اقل يعني. فطبعا لازم السكه الحديد لازم بنزود عدد القطارات زي ما بنزودها النهارده، زي ما احنا زودنا 33 قطار كنا مزودين 28 قطار لحد النهارده الصبح، النهارده دي التوجيهات اللي السكه الحديد تزود كمان 5 قطارات اصبحوا 33 قطار عن خطه التشغيل العاديه. ده بالنسبه للسكه الحديد. بالنسبه للمترو لا شك قلنا يوم الاربعاء اول يوم في تطبيق الحظر كل الموظفين والناس اللي كانوا بيقضوا مصالح في القاهرة، وده طبعا يعني كل الناس يعني مستنية لحد الساعة 5. الساعة 5 يجروا على يقفلوا المحلات يقفلوا المصالح يقفلوا المصانع ويجروا على المترو مرة واحدة. حصل زحام في الفترة من 5-6 يوم الاربع، ولكن بسرعة تداركنا وجرينا وزودنا عدد القطارات. احنا مثلا عندنا في التوقيتات العادية تقريبا في حدود 60 قطار في المترو، احنا النهارده عندنا 76 قطار بتشتغلوا على الثلاث خطوط يا استاذ مصطفى.
76 قطار الخط الاول فقط اللي هو ازهم خط واكبر خط واطول خط وبيخدم مناطق بقى مش عايز حضرتك بقى المرج وعزبه النخل وعين شمس والمطريه، دي مناطق مزدحمه جدا بالسكان. اقلب الناحيه الثانيه بقى ناحيه حلوان حيث حضرتك تتواجد باستمرار وبتحب اهالي حلوان والمعطره وطرق، دي برضه مناطق ذات كثافه سكانيه عاليه. الخط الاول ده بيمشي فيه في الوقت العادي 34 قطار، احنا جينا لما حصل كده زودناهم 39 قطار، زودت 35 قطار يوم خمس قطارات يوم الخميس. من بعدها بقى سبت الجمعه والسبت لان كانوا يعني تقريبا يكاد يكون القطار ماشي ب 10 20% من حمولته. جينا بقى من يوم الحد اللي بعديه على طول وقلت كده، قلت شوفونا يوم الحد، يوم الحد زودنا كمان خمس قطارات وصلنا الى 41 قطار على الخط الاول بدلا من 34 قطار. قللنا زمن التخاطر، فترات المسافه البينيه او الفتره الزمنيه البينيه بين القطار والقطار اللي بنسميها زمن التخاطر 4 دقائق، الوقت الطبيعي 4 دقائق، والسكه تستحمل كده يا دوب. احنا وقفنا في غرفه التحكم المركزيه وخلينا ولادنا من المهندسين والفنيين المحترفين وانا بشكرهم على الهواء قللوا زمن التقاطر وبداوا يشتغلوا يدوي ويحركوا القطارات يدوي بحيث ان يخلي زمن التقاطر من دقيقتين ونص لثلاث دقائق. انا من خوفي على ان يحصل حوادث نزلت وقفت محطه السهداء اللي محطه رمسيس عشان اشوف ازاي القطارات فعلا هيبقى بينها وبين بعضها من دقيقتين ونص لثلاث دقائق. لقيت القطار يا دوب بيطلع يقفل الباب ويطلع قطار المترو، القطار الثاني على طول داخل ورانا والحمد لله ربنا سلم وولادنا تعودوا على كده وبداوا يشتغلوا يدوي بالتنسيق مع سواقين القطارات اللي كل واحد معاه لاسلكي وتليفون محمول بنسميه تليفون محمول مصلحي بيحرك القطار بحيث ان هو فعلا ما يبقاش في اي تكدس. وقفت يومين ثلاثه وفي اي وقت على طول هتلاقيني نازل على محطه المترو محطه مصر، وقفت بنفسي لحد ما تاكدت ان في الفتره من 5 لـ 7 احنا الزحام بيبقى عندنا من الساعه 3 ولكن في الفتره من 5 إلى 6 بيبقى زحام شديد جدا. جيت استاذنت وكلمت السيد وزير الداخليه ونسقت معاه ونسقت مع زمايلنا في الداخليه ان انا هسيب مش هوقف اخر قطر الساعه 6:30، لا ده احنا هنوقف القطر 7 و7 وربع. حتى لو سالت الناس بتوع حلوان اللي بيطلعوا من المرج الحلوان بخلي اخر قطار يطلع من المرج لما يبقاش فيه ولا راكب في المرج، اخر قطار يطلع من حلوان لما يبقاش فيه ولا راكب في حلوان. ممكن يوصل بقى بعد 7 بيوصل بعد 7 ولكن مع ضباط الداخليه بيسيبوا الناس اللي ماشيه جوه حلوان او اللي ماشيه جوه المرج اللي جايين من المترو لحد ما يوصلوا لبيوتهم، مفيش اي مشكله خالص. طيب سياده الوزير اتفضل يا فندم اتفضل. لا اتفضل يا فندم. لا انا كنت عايز اسالك بمناسبه الحديث عن القطارات، احنا خدنا الدفعه الثانيه من الجرارات من الولايات المتحده مشكله كورونا هل هتاثر في التوريد اللي تم التعاقد عليه قبل كده؟ احنا حتى الان لم تؤثر وبنتمنى من الله ان شاء الله باذن الله ما تاثرش. انت عارف طبعا بتتشحن من امريكا وامريكا فيها دلوقتي يعني اكبر دوله متاثره بكورونا، ولكن احنا طبقا لتعاقدنا المسبق احنا كلمنا جنرال الكتريك وكلمنا البنك الكندي للاستيراد والتصدير اللي هو بيمول الصفقه، ما الصفقه بتمول من كندا ومن بنك الكندي ثم اللي بينفذها شركه جنرال الكتريك الامريكيه. نسقنا مع الاثنين وقلنا لهم لو سمحتوا احنا ما عندناش وقت واحنا محتاجين كل جرار يجي لنا، ويمكن كده يعني كلام كده يعني مش تهديد، كلام كده مغلف ان انتوا لازم تساعدونا ولو ما ساعدتناش دلوقتي تساعدونا امتى، ولو ما ساعدتناش مش هندخلكم فيه، احنا عندنا صفقه ثانيه 100 جرار متعاقد عليها دلوقتي مش هندخلكم الصفقه الجديده. على طول الناس ساهموا وانا بصراحه بحيي الامريكان في هذه النقطه. لم ينتظروا ان الفلوس توصل لهم من البنك الكندي، بمجرد ما السيد الرئيس وقع على اتفاقيه القرض ومجلس النواب صد عليها، ومش عايز اقول لحضرتك انت كنت موجود مجلس النواب واتصد عليها في يوم واحد، يعني السيد رئيس الجمهوريه صد عليها راحت مجلس النواب خلصت في كل اللجان دخلت اللجنه العامه اتصد عليها، بمجرد ما هم الامريكان عرفوا ان اتصد عليها من مجلس النواب والسيد رئيس الجمهوريه فورا بداوا يشحنوا، لان اول 10 احنا كنا لما برضه اتاخرنا في اجراءات القرض احنا دفعنا فلوسهم من عندنا من السكه الحديد. الثاني 20 دول بقى اول 20% عشان يبقى عندنا 110 اتشحنوا. احنا دلوقتي بنتعاقد على الشركه اللي هتشحن لنا ال 20 بقى اللي هي الدفعه الثالثه عشان يبقى عندنا 50. كل شهر ان شاء الله
لو قدرنا نطلع مركب وان شاء الله ما يبقاش في توقف في امريكا، هنشحن 100 جرار، بحيث ان العشر الاولانيين دول يا استاذ مصطفى دخلوا على طول التشغيل، كنا محتاجينهم. احنا عندنا صحيح. عجز شديد جدا في الجرارات، فكان لازم نزود قوه الجر بسرعه، وبالذات احنا احتاجناهم بقى دلوقتي. لما اجي لو انا النهارده عايز ازود قطار او اثنين او ثلاثه او خمسه مش هلاقي جرارات، ولكن لما جرارات وصلت الحمد لله ادتني دلوقتي حريه وادتني امكانيه واطمئنان ان انا لو طلب مني جرار في اي وقت، قطار في اي وقت، اقدر اطلع ان شاء الله باذن الله الجرار. طب كلمتنا قبل كده يا سياده الوزير، كلمتنا على محطه اسكندريه متعدده الاغراض اللي هي في مينا اسكندريه، ووعدت انها هتنفذ خلال عامين، هل احنا هنقدر في الظروف دي نلتزم بالتنفيذ؟ احنا فعلا الشركات بتاعتنا مصريه اللي بتنفذ فيها الكراكه اللي بتكرك دلوقتي، لان احنا بنعمل دي بنظام يعني مبتكر شويه، الارصفه عشان بدل ما نجيب لها رمال من الخارج ونجيب لها دبش من بره، فاحنا بنكرك من عرض البحر من المجرى الملاحي اللي داخل على المينا، بناخد الرمال بكراكه بنسميها كراكه هوبر اللي هي الكتر يعني، او اللي بتقطع وتشيل الرمال وتروح تنزلها على الرصيف. الكراكه دي شغاله دلوقتي، انتشال الاجسام الغارقه اللي كانت في الرصيف، حضرتك يعني لو يعني يا ريت كنت بعت لك الصور، اجسام وسفن غارقه وصلات غارقه كتير جدا كانت في حوض المينا، شلنا الكلام ده كله وطهرناه ونظفناه. بدانا نشتغل فعلا في الـ 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 المحطه الجديده اللي هي دي 8 ارصفه من الرصيف 55 الى 62، ده بالاضافه ان في رصيف ثاني 85 بينشا دلوقتي. لم نتوقف ان شاء الله في انشاء الارصفه والمحطات بتاعتنا، زي ما احنا مش متوقفين في الشحن والتفريغ للصادر والوارد والترانزيت للبضاعه. احنا عندنا البضاعه الحمد لله الصادر والوارد شغال زي ما هو، يمكن الترانزيت قل. هل هتشتغل 24 ساعه المواني برضه يا فندم؟ شغالين يا فندم 24 ساعه دلوقتي، ده انا عايز اقول لحضرتك ده في ملحمه زي ما حضرتك بتقول ان في توجيهات سياسيه وفي حكومه، ده في ملحمه يا فندم، وزاره النقل معاها الماليه معاها التجاره والصناعه معاها الزراعه عشان الحجر الزراعي معاها الصحه عشان الحجر الصحي والحجر البيطري، كل الداخليه عشان تسهيل حركه الشاحنات. انا بكلم زميلي وزير الداخليه بقول له يا فندم لو سمحت العربيات اللي على طريق اسكندريه الزراعي دلوقتي واللي على اسكندريه الصحراوي وعلى الدولي الساحلي لو سمحت عشان خاطري ما توقفش، يقول لي اعتبر الموضوع منتهي. ونقاط التفتيش الامنيه بتعدي كل الجرارات وكل الشاحنات اللي راحة كل المواني، لا تعطيل 24 ساعه. ده انا عايز اقول لحضرتك كمان النهارده على الهواء، لو حضرتك رجعت جلسه مجلس الوزراء، ده انا على الهواء النهارده طلبت من دوله رئيس الوزراء، قلت له يا فندم احنا حلينا مشكله التصدير الى الاردن والعراق ودول الخليج العربي عبر شركه الجسر العربي للملاحه اللي هي المصريه الاردنيه العراقيه. احنا كان عندنا اول امبارح 600 شاحنه 616 شاحنه 600 مصريه و16 من الاردن واقفه في نويبع، اتفتشت اتعمل لها حجر صحي، اتفتش كل السواقين اللي كنا مشتبهين فيهم، كان عندنا 7 سواقين مشتبهين فيهم، 5 فيهم واثنين ثاني يوم، وديناهم المستشفى في نويبع، حللنا لهم ثاني يوم التحليل جه سلبي من مستشفى الطور. ال 616 ناقله بتشحن دلوقتي شغاله، وانا بكلم حضرتك دلوقتي الى الاردن والعراق والسعوديه والبحرين ودول الخليج، كل البطاطس والخضروات والبصل والثوم والبرتقال والليمون كله طالع من مصر الى دول الخليج العربي، زي ما بالظبط طالع من اسكندريه ومن دمياط الى دول اوروبا. احنا شغالين دلوقتي شحن للسعوديه وشغالين شحن من عبر سفاجه ضبة والى العراق وباقي الدول العربيه. وليبيا يا فندم، ليبيا ايه اخبارها في الشحن؟ ليبيا بنشحن لها عبر المنفذ البري، عشان كده ما بقولش ده بحري، ده بحر المنفذ البري في السلوم. ولكن النهارده في مجلس الوزراء انا فعلا كلمني وزير النقل الاردني، انا على طول المهندس خالد سيف وزير النقل الاردني على اتصال باستمرار بيا، هو امبارح سهل دخول الشاحنات المصريه سواء اللي راح الاردن او اللي راح ترانزيت في العراق عبر الاردن. النهارده اتكلمني الصبح علشان في 6 شاحنات مصريه محمله بقوليات فول صحيح وفول مجروش وعدس وفول صويا، على طول طبعا عشان كان صدر قرار اول امبارح من معالي وزيره التجاره والصناعه في مصر بمنع تصدير البقوليات، ولكن الشاحنات دي كانت دخلت خلاص جوه مينا نويبع وجوه ال 600 تريلا، فمش هنقدر نفصل دول ونشيلهم ونقول للاردن ده احنا هنبعت لكم بس اللي احنا عايزين نصدره،
البطاطس والبصل والثوم والخضروات الطازجه وهنمنع عنكم البقوليات. الراجل كلمني قال لي، قلت له من غير ما تتكلم انا هعرض دلوقتي على طول، هنسق مع زمايلي، كلمت الاستاذ نيفين جامع، كلمت الدكتور محمد معيط، الاثنين وافقوا. كان فاضل تصديق دوله رئيس الوزراء، كنا قبل مجلس الوزراء بحوالي ربع ساعه على الهواء، وفي خلال مداخلتي كلمت دوله رئيس الوزراء واستاذنت منه ان احنا نسمح بتصدير الست شاحنات دول ونستثنيهم من قرار السيده وزيره التجاره والصناعه في تصدير البقوليات للخارج، وسمح فورا على الهواء واتحركت الست ناقلات او ست شاحنات الى الاردن محمله بالبقوليات. انا بس بقول لحضرتك ان التنسيق العالي والتنسيق الدائم بين الحكومه وبين ومع دوله رئيس الوزراء وبتوجيهات شخصيه على طول من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن من يومين قلت ان انا كلمت سياده الرئيس بالليل، قلت له يا فندم احنا عندنا 600 شاحنه واقفين في نويبع وعايزين نحركهم، وانا كلمت وزير النقل الاردني ولكن هو يعني سلطاته تسمح بعبور حاجه يعني اقل من كده والباقي محتاجين تدخل اعلى مستوى شويه. قال لي كلم دوله رئيس الوزراء دلوقتي، كلمت الدكتور مصطفى مدبولي فورا، كلم رئيس وزراء الاردن، اتحلت المشكله. هناك توجيهات سياسيه بتيجي، حكومه بتشتغل في تناغم وفي تنسيق دائم، الهدف هو مصلحه المواطن مش الفلوس. بدليل ان احنا عندنا النهارده المترو، المترو في اليوم العادي يا استاذ مصطفى. انا عايز اسالك بس فندم، انا قبل الارقام انا عايز اسالك، هل يطمئن المصريون الى خطه التعقيم والتطهير اللي بتتم في المترو وفي القطارات والمحطات؟ انا مش هقول لحضرتك بنسبه 100%، احنا بنعمل اللي علينا، وحضرتك شايف احنا يعني كنا الاول بنطهر ونعقم ثلاث مرات في اليوم للمناطق العامه اللي هي شبابيك قطع التذاكر ودورات المياه والكافتريات وحوالين الاعمده والارصفه، ونطهر ونعقم القطارات في نهايه اليوم سواء سكه حلوه مترو. الوقت احنا على مدار الساعه حضرتك هتلاقي ولادنا بتوع شركه الخدمات المتكامله على ظهرهم الرشاشات المليانه ميه بكلور وكحول بيطهروا باستمرار على مدار الساعه. عندنا شركات ومصانع ادويه اتبرعت بكمامات واتبرعت بجوانتيات واتبرعت بزجاجات كحول صغيره بنوزعها باستمرار على العاملين في المترو والسكه الحديد والعاملين في مشروعاتنا القوميه اللي احنا برضه ما وقفناهاش، بيدوا باستمرار لنفسهم لان هم اللي بيتعرضوا باستمرار، بالاضافه الى ما يتبقى بيدوه يعني انا لما طلعت المترو بكلم الناس اقول له انت ما فيش معاك كمامه ليه؟ يقول لي مثلا اصل ما لقيتش، فاروح اعطي له كمامه، اخلي الراجل اللي معايا واقف شايل الكمامات يدي اللي ما معهوش كمامه. اذا احنا بنطهر ونعقم وندي كمامات ونوعي، والاذاعه الداخليه شغاله باستمرار ازاي توعي الناس، وبنعمل كل اللي علينا. مش هقول لحضرتك 100% مش يعني وارد يعدي حد، وارد يكون في حد مصاب ويعني يحمل الفيروس ولكن غير ظاهر عليه، لان ممكن يبقى حامل الفيروس ولكن ما عندوش رشح بقى او ما عندوش حراره او ولكن يبقى حامل الفيروس. هل ممكن يتنقل حاجه؟ مجرد ما في حاله اشتباه على طول زي ما قلت لحضرتك دلوقتي، سائق الشاحنات اللي راح الاردن او في اي مشروعات من مشروعاتنا او في المترو او في السكه الحديد، بمجرد حاله الاشتباه بناخده في حجر صحي موجود معانا باستمرار، في عربيات اسعاف موجوده، حضرتك تقدر تبعت كاميرا دلوقتي تلاقي عربيه اسعاف خارج محطه مصر، تلاقي عربيه اسعاف خارج كل ميناء او داخل كل ميناء على طول بيتفصل او بيتعزل وبالتنسيق مع وزاره الصحه وبيطلع على الحجر الصحي. يعني احنا بنعمل كل اللي علينا. طب نجحنا ب 100% يبقى ده توفيق من عند ربنا. طب عدى مننا حاله غصب عننا يبقى يعني اعذرونا. نعم، شكرا لك سياده فريق كامل الوزير.